نهني الشعب الليبي بمناسبة يوم عيد الفطر، وش اسمه ينادى عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. نهني الشعب الليبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا باليمن والبركات. نهني الشعب الليبي بقدوم عيد الفطر، وكل عام وانتم بخير. وهني الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليوم والبركات، وكل عام وأنتم بخير. نهني الشعب الليبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، مع تمنياتي لهم بدوام الصحة والعافية، وأن يكون تقبل الله منهم الصيام، وإن شاء الله من عام لعام إن شاء الله. أهني الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، إن شاء الله ربي يشمل العباد ويهني البلاد، وإن شاء الله ربي يعيد علينا بالخير واليمن والبركات.